السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا حيث القمر الذي شع نوره بين أفلاك السماء، نلتقيكم مجدداً مشاهدين الكرام لنعرض عليكم حلقتنا الأسبوعية المتنوعة بفقراتها عبر برنامجكم صدى الكفيل. أبقوا معنا. العتبة العباسية المقدسة قد أخذت على عاتقها إقامة وتنظيم الدورات التطويرية لمنتسبيها بمختلف المجالات، بغي تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتحسين أدائهم، وذلك وفقاً لمنهاج يوضع سنوياً بإشراف أساتذة مختصين في مجال التنمية والموارد البشرية. تابعوا هذا التقرير. دورات تنموية تهدف إلى تنمية وتطوير القدرات من أجل تقديم أفضل الأعمال والخدمات لعامة الناس، إذ أن هذه الدورات هي أحد أنشطة قسم التطوير والتنمية المستدامة في العتبة العباسية المقدسة، الذي شرع بإقامة دورات الأتيكيت لعدد من ملاكات مستشفى الكفيل التخصصي. منذ تأسيس قسم التطوير والتنمية المستدامة في العتبة العباسية خطط لنفسه خط أن ينهض كما هو مكلف به بتحسين وتطوير مستويات الأداء لدى العاملين في العتبة العباسية المقدسة. واحدة من هذه الأهداف كان هذا اليوم أن نعقد هذه الورشة التطويرية على مدى 3 أيام لتحسين وتطوير مهارات منتسبي مستشفى الكفيل التخصصي في مجال الأتيكيت الوظيفي والتعامل والقضايا المهنية الأخرى المتعلقة بتحسين الأداء في أعمالهم. الدورة جاءت وفق برنامج دقيق وعلمي تضمن لقاء الملاكات وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمستشفى وبما يناسب احتياجات ملاكاته لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، إذ تضمن عدة محاور رئيسية منها التعامل مع المرضى والمرافقين لهم ومعاملة كبار الشخصيات والسعي إلى خلق سفراء للمستشفى، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الأخرى. المهم في هذه القضية أنه البرنامج يخصص لكل منتسبي المستشفى. كانت انطلاقة البرنامج مع هذه المجموعة الأولى وهم مختصين في الريسبشن، يعني اختصاصهم في الريسبشن والعلاقات العامة ومجموعة الإعلام، بالإضافة إلى أقسام أخرى لها ارتباط مباشر وتماس مباشر مع المريض أو مع مرافقي المريض، بحيث أنه قضية الأتيكيت العام تعتبر هي من أهم الأمور اللي تعطي نتائجها بتعاملنا مع المريض ومرافقي المريض. قسم التطوير والتنمية المستدامة قد أخذ على عاتقه إقامة وتنظيم الدورات التطويرية لمنتسبي العتبة المقدسة بمختلف المجالات، بغية تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتحسين أدائهم. تبنت العتبة العباسية المقدسة العديد من المشاريع الصناعية والزراعية والحيوانية الداعمة للمنتج الوطني لإعادة الثقة به وتقليل ما يستورد من خارج البلد. ومن المشاريع الرائدة التي أتت أكلها ونجحت تجربتها مشروع تربية طائر السمان، الذي يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في العراق. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. بخطى واثقة نحو دعم الإنتاج الوطني من خلال مشروع هو الأول من نوعه في العراق، انفردت به شركة الكفيل للاستثمارات العامة التابعة للعتبة العباسية المقدسة، وهو تربية طائر السمان الذي يتميز بقيمته الغذائية الفائقة ولحمه الطري الخالي من الكوليسترول والألياف، مما يميزه بسرعة الهضم لدى المرضى وكبار السن والصغار، فضلاً عن بيضه الغني بالفيتامينات المفيدة لجسم الإنسان. يعتبر مشروع طائر السمان من المشاريع المهمة والاقتصادية والاستراتيجية للبلد، حيث قيمة العتبة العباسية المقدسة مشروعها الأول بالعراق لهذا الطائر، إن هذا الطائر له أهمية كبيرة من حيث القيمة الغذائية للإنسان. من خلال عملنا في وحدة التسويق لاحظنا إقبال قوي من المواطنين على شراء هذا المنتج، والسبب هو معرفة المواطنين لفائدة هذا المنتج وقيمته الغذائية العالية. ألفا طائر يصدر للأسواق المحلية يومياً، استنتج هذه الطيور بآلية ذات معايير صحية ومختبرية دقيقة، بدءاً من الأمهات والحاضنات وحظائر التربية والمفاقس، وصولاً إلى المستهلك على أحدث النظم المستخدمة في تدجين هذه الطيور. هذا طائر السمان طبعا سواء البيض او هو ايضا اكله بفائده كلش للعظام، وبنسبه البيض خو بنسبه الكالسيوم كلش قويه، واثار الجانبيه ما بي يعني قليل يعني ماكو، فانا شخصيا جربته. العتبه العباسيه المقدسه ومشاريعها الزراعيه والصناعيه اخذت خطوات جاده لكل ما يحقق امنا غذائيا وصناعيا للاسواق المحليه العراقيه، دعماً منها للمنتوجات الوطنية
والكف عن المستورد. نتيجة لتداعيات وباء كورونا والتزاما بالتوجيهات الصحية وتطبيقا لمبدأ السلامة العامة، قام قسم التطوير والتنمية المستدامة بإجراء دورة على البرنامج زوم لعدد من رؤساء الأقسام ومسؤولي الشعب ووحداتها لاستخدامه كحلقة تواصلية فيما بينهم والاستفادة من مميزاته في عقد الاجتماعات وإصدار التوجيهات. المزيد في هذا التقرير. نتيجة للظروف الاستثنائية القائمة، شرعت العتبة العباسية المقدسة من خلال قسم التطوير والتنمية المستدامة التابع لها بإقامة دورة تعليمية وتثقيفية لمسؤولي الشعب والوحدات الذين هم بحاجة إلى التواصل مع المنتسبين لاستخدام منصة برنامج زوم الذي يتيح التواصل الاجتماعي والإداري من أجل استمرار سير العمل بصورة صحيحة في ظل أزمة جائحة كورونا. العتبة تبنت هذا البرنامج وانطلقت هذه الدورة التدريبية مع مجموعة من الشخصيات الإدارية في خط الوسط الثاني، وإن شاء الله ترتقي إلى أن تكون لجميع المنتسبين اللي موجودين، وهذه هي من الأهداف الرئيسية اللي تبنتها قضية قسم التطوير والتنمية المستدامة لإيجاد البدائل والعمل المستدام والعمل المستمر خدمة إلى الصالح العام إن شاء الله. برنامج فيديوي مرن يتيح لمن يستخدمه عرض مادة فيلمية أو صورية فضلا عن المكتوبة، كذلك بإمكانه تقديم الوثائق والكتب المهمة أثناء الاجتماع للحاضرين، وكذلك للاطلاع على محتوى الاجتماع من خلال مقطع فيديوي محفوظ. هذا البرنامج هو برنامج تواصل فيديوي، وكذلك فيه نوع من المرونة أن يتيح لرئيس الجلسة عرض مادة فيلمية أو مادة صورية أو مادة مكتوبة، كذلك عرض الوثائق والكتب المهمة أثناء اللقاء وأثناء الاجتماع. الحرص على المنتسبين من خطر تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى الحرص على تقديم أفضل الخدمات لديمومة العمل الدؤوب في جميع أقسام العتبة المطهرة، كانت هذه الأمور كفيلة للعمل على مثل هذا البرنامج استمرارا لتقديم الأفضل. اكتملت فقرة التقارير، فاصل ونعود نكمل باقي فقراتنا. إن كل كلمة وكل فكرة تعد بمثابة طاقة روحية تقوم بتنشيط قوى الحياة في داخلك، إذ تحصل في الحياة الكثير من المواقف والأحداث التي نتعلم منها لكي لا نقع بها مرة أخرى. إليكم حكم من خطب الجمعة لوكيل المرجعية الدينية في فقرة عطر الهداية. من هم أهل الهوى الذين أمر الإمام عليه السلام بالحذر من مخالطتهم؟ أهل الهوى هم الذين ينقادون لأهوائهم وشهواتهم ونزعاتهم الشيطانية، أو بتعبير آخر هم الذين يرتكبون أهل الفسق والمعاصي والفجور. الإمام سلام الله عليه ينفر من مجالسة هؤلاء لسببين. يقول أن هذه المجالسة ستكون في مكان ينسي الإيمان
وفي مكان يشجع الشياطين على الحضور فيها. ولذلك جاءت الأحاديث الشريفة تحذر من مجالسة ومخالطة هؤلاء، لأن هذا الإنسان سوف يتأثر بسلوكهم وتصرفاتهم وتوجهاتهم، وشيئا فشيئا، يوما بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، يصير منهم ويتأثر بهذه السلوكيات فيصبح من أهل المعاصي والفجور. لذلك يقول عليه السلام: ومجالسة أهل الهوى منساة للإيمان، منساة محل النسيان والغفلة. الصورة لا تكذب، هي تمثل عملا فريدا لا يمكن تزييفه أو تغييره، إذ أن التصوير الفوتوغرافي من أصدق الوسائل للتعبير عن الواقع والأحداث التي تحصل. ولأنها أصبحت اللغة الأكثر أهمية في هذا العصر، كانت لنا فقرة صورة وتعليق. الفوتوغرافية هي عبارة عن مزيج معين من أنواع مختلفة من تقنيات التصوير التي توفر للمشاهد رسالة أو مشهداً في قالب فني، حيث جمعنا لكم أجمل ما التقط المصورون الفوتوغرافيون من صور لنشاهدها بفقرة لحظات ضوئية. أحب النظر إلى الجانب المشرق من الحياة، لكني واقعي بما يكفي لإدراك أن الحياة تركيبة معقدة، وكل موقف من مواقفها يتطلب تعاملاً خاصاً، والفطنة أن نتعامل مع كل موقف منفرد بما يناسبه، كما أن كل ما تقرأه أو تشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي ليس بالضروري أن يكون صحيحاً. أبقى مع فقرة كلمة ذات التي تتضمن هذا الموضوع. مرات نشوف بعض صفحات الشباب يحاول ينشر أي شيء يسمعه أو يقرأ أو يشوفه. طبعا خلوا في بالكم، مو كل شيء نشوفه أو نسمعه أو نقرأ هو صحيح، ممكن يكون هذا السمع أو المعلومة ممكن تكون خطأ، ممكن تكون حتى صح مرعبة. خلي في بالك أنت مو كالة أنباء، أنت إنسان عندك صفحة شخصية وهو موقع تواصل، وهذا الموقع لا تخلي عبارة عن نقل للأشياء بغض النظر عن كونها غث وسمين. خلي الناس تثق في صفحتك، خلي الناس تعرف أنه أنت ما تنقل شيء إلا بعد التأكد، خلي الناس تتأكد أنه صفحتك حتى لو كانت المعلومة صح ما تنشرها إذا كانت بها مضرة. على سبيل المثال إحنا في موضوع جائحة كورونا اليوم، الناس تتسابق في العواجل وكأنه كاتنباء. أخي الكريم، أنا من أريد معلومة ترى جديدة، ما أحتاج أدخل صفحتك، أنا راح أروح إلى وكالة رويترز أو قناة مرموقة، وبالتالي أنا ما أحتاج أروح إلى صفحة شخصية حتى لو كان بيها 5000 متابع. أنا أروح إلى جهة شغلها الأخبار ومصدر الأخبار، مو أروح إلى صفحات شخصية. خلي في بالكم الكلمة تأثر، أكو ناس ترى تتأثر نفسيا، أكو ناس الآن موتورة، زادت حالات الأمراض النفسية والعضوية بشكل كلش كبير في الفترة الأخيرة، وهذا بالنتيجة يأثر على كل سبب النقل اللي موجود على مواقع التواصل، باعتبار الناس الآن بالبيوت ودائما متواصلة بهذا الموضوع،
خلي في بالكم التأثير ينتقل بسرعة وأنت ما تحس به، تتصور نفسك جاي تخدم الناس. شكرا لكم. بجهود استثنائية تبذلها الملاكات الفنية والهندسية التابعة للعتبة العباسية المقدسة في إنجاز مشاريعها الخدمية والصحية والعمرانية. إليكم ما توصلت إليه نسب الإنجاز في فقرة قيد التنفيذ. الشهيد هو من ضحى بنفسه دفاعاً عن أرضه وأبناء شعبه، هو من تخلى عن متاع الدنيا في سبيل إعلاء كلمة الله والحفاظ على كرامة وطنه، ذلك البطل الذي لا يهاب الصعاب ولا المخاطر بل يجابه العدو بكل شجاعة، مسطراً بذلك أعظم التضحيات على وجه الأرض. لذلك نتواصل معكم بأجمل فقرة نستذكرهم فيها. ابقوا مع بذرة مقدسة. كي يدرك الفرد مفهوم الصحة الجيدة عليه أن يتمتع بالثقافة الطبية من خلال معرفة أسباب الأمراض وطرق الوقاية منها لتجنب الإصابة بها. في هذه الحلقة معلومات حول تغذية الطفل بفقرة صحتك في دقيقة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يتناول قضية مهمة جدا، وهي قضية التغذية وزيادة الوزن عند الأطفال. الأطفال اللي يصابون بمشاكل صحية، سواء كانت هذه المشاكل تنفسية أو مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي أو على مستوى القلب، جميعهم راح يعانون من مشاكل على مستوى التغذية وزيادة الوزن. فحقيقة اللي يكتشف بأنه هذا الوزن طبيعي أو غير طبيعي، أحيانا احنا نعتمد على الأمهات أصحاب الخبرة لأنه تقارن طفلها بالأطفال السابقين على سبيل المثال. ولكن حقيقة احنا حتى على مستوانا كأطباء احنا نحتاج أن نضع هذا الطفل على منحني يمثل زيادة الوزن الطبيعية لأقرانه. فإذا كانت زيادة الوزن طبيعية بمعنى أنه التغذية جيدة، احنا نعرف بأنه أفضل غذاء للطفل ولحد عمر 6 أشهر قد يكون هو الحليب اللي هو من أمه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الحليب كل المكونات اللي يحتاجها الطفل حتى بما فيها الأجسام المناعية في بداية حياته لتجنب الأمراض. مع ذلك في حالة أنه كون حليب الأم قد يعني الأم تعاني من مشاكل بحيث أنه لا يمكنها أن تعطي الطفل حليبها، أو أن هذا الحليب لسبب أو لآخر غير قادر على إضافة كتلة مطلوبة إلى الجسم خلال فترة معينة، يكون الحليب الصناعي كساند. أنواع الحليب الصناعي تكون متعددة، يجب أن يكون أخذها بإشراف طبي في سبيل أنه تضمن أنه تؤدي الغرض المطلوب من عندها. إضافة الفيتامينات إلى هذا الحليب أحيانا قد يكون نقطة إيجابية من أجل الحصول على الزيادة المطلوبة بالكتلة، وبالتالي تحصيل الهدف المطلوب من هذا الموضوع. نتمنى السلامة للجميع. ها قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من هذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم وبنفس هذا الموعد. فإلى ذلك الوقت دمتم بحفظ الله ورحمته.